صباح الخير. الملك حور محب هو أحد ملوك الأسرة 18 من الدولة الحديثة من تاريخ مصر القديم. حكم البلاد من 1338 قبل الميلاد إلى 1308 قبل الميلاد. كان حور محب هو اليد المحركة في عهد الملك آي الذي كان يسبقه، وبعد وفاة الملك آي اعتلى الملك العظيم حور محب عرش مصر بكل سهولة، لأنه لم يكن يوجد وريث شرعي للبلاد. استطاع أن يكتسب شرعيته بزواجه من الأميرة موت نجمت، وهي أخت الملكة نيفرتيتي، واستطاع أن يعيد الأمن للبلاد بقوة السلاح بعد مجموعة من الاضطرابات واجهتها البلاد في ذلك الوقت. كان ينظر إلى الملك إخناتون وأتباعه أصحاب الديانة الأتونية على أنهم ملحدين، ولذلك قام بهدم المقاصير والمعابد التي بنوها، واستغل أحجارها كحشو للثلاث سروح التي بناها في معابد الكرنك. الملك حور محب في بداية حياته عندما كان ضابطا بنى مقبرته في سقارة، ولكن بعد أن أصبح ملكا للبلاد أراد أن تكون مقبرته بين أقرانه، فبناها في وادي الملوك في طيبة الغربية في الأقصر. وتوجد لوحة تسمى لوحة الكرنك تقص علينا الإجراءات التي اتخذها حور محب لتحقيق العدالة في البلاد، لكي يحمي الضعيف من القوي والفقير من الغني، وهي التي تعرف اصطلاحا باسم قوانين حور محب. أخيرا الملك العظيم توفى في العام 27 من حكمه ودفن بمقبرته بوادي الملوك. تحية للملك العظيم حور محب، وكل عام أنتم بخير. شكرا.